السؤال: هل يشرع التأذين في أذن المولود اليمنى والإقامة في أذنه اليسرى؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فورد حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ولد له مولود فأذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى لم تضره أم الصبيان. ولكنه حديث موضوع كما حققه الألباني في الضعيفة وإرواء الغليل. وكذلك الاكتفاء بالآذان في أذنه اليمنى لا يصح، لكن الثابت عنه عليه الصلاة والسلام من حديث عائشة رضي الله عنها أنه كان يؤتى إليه بالصبيان فيدعو لهم بالبركة ويحنكهم، علما أن التحنيك خاص به. والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليما.